بعد ذلك نعود لأرمز جديد حول قيام المواطنة ومواطنة الشباب. لأختم قول الشاعر البسيط جدا قول بسيط يقول الشاعر: إن الليل طويل وإن نعيب شبابنا ونعيب فينا وما لشبابنا عيب سوانا. لما نعطيه للشباب ديمقراطية حقيقة ودستور يحترم وممارسة سياسية أخلاقية، حينها ممكن نتسنى من الشباب يجيب شي حاجة. باش تكون قريب للشباب ماشي يدير بروجين وتصور زوين وتمشي تحل الكونت في انستغرام. باش تكون قريب للشباب يكون عندك نقاش ديمقراطي وحقيقي. باش تكون قريب للشباب هي أنك تكون فعلا كتعتمد على الشباب، ماشي الشباب نبقاو نهضرو بهم ومنين نجيو للتعيينات أو الوزارات نجيبو الشياب. مع كل احترام الشياب كان هذا شخصيا ماشي مع وزير ولا مع متعين يكون كبير ولا شاب، ولكن مع كفاءة. ولكن من غير منطق أنو الأحزاب كلها ما فيها الشباب عندهم كفاءة، كاين شي حاجة ماشي ميمكنش، خصوصا الوزراء اللي كاينين اليوم كلهم عليهم انتقادات وانتقادات كبيرة جدا. لذلك اليوم الشباب محتاج إلى إصلاحات حقيقية دستورية وسياسية لكي ينخرط في الحياة العامة ولتعزيز هذه قيم المواطنة والانخراط في شؤون الوطن ديال المغرب ديالنا. وشكرا. تفضل السي بدر نعطيك الكلمه. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر الشباب الاستقلاليه ديال مدينه العرائش على هذه الاستضافه. هو صراحه من يبدا كيهضر السي كريم حسيت براسي مدعو ليا لواحد الندوه مقدمه السي كريم حضري، مشيت معاه في الحوار ديالو. انا نرجع شويه للموضوع بجوج الشباب والمواطنه. بالنسبه لي انا باقي شاب عندي 33 سنه وغادي نحاول ناخذ شحال من تقريبا. وكان انا راح نحكي لكم الحكايه ديالي مع العمل الجمعوي والعمل السياسي. انا كنت في واحد الاسره في الدار البيضاء اللي كتقول لك ما تمشيوش تهتموا بالسياسه، الصناديق مغشوشه، كل ما بعدتي من السياسه والضريبه بعيد منها. طلعت في البعثه الفرنسيه، تعلمت ومشيت للخارج، خرجت من المغرب ومشيت لفرنسا، وتما بديت كنشوف انه اي حاجه كندير فيها الشباب ديال ديك البلاد كيهتموا بالسياسة وكيهتموا بالعمل الجماعي. مشيت للرياضة كتلقى الشباب كيهضروا أو ميم طون كو لو سبور كيهضروا على 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 السياسة. مشيت للمدرسة ولا للبريبا كتلقى الناس واخا مهتمين بالسياسة. كنت كندوز حدا بلاصة لا ريبوبليك كتلقى الشباب نهار الأربعاء خارجين كيهضروا في واحد المواضيع سياسية وكيدافعوا على الحقوق ديالهم وكيدافعوا على أن سيغتان نومبر دو جو. ملي رجعت للمغرب قلت خصني انا نهتم بالسياسه. الزوجه ديالي صحفيه قلت لها ما علاش على خاطر شي ليا الاحزاب اللي كاينين، جابت لي الاحزاب العربيه كل واحد الايديولوجي ديالو والتفكير ديالو وكذا. بكل صراحه مع التكوين ديالي ماشي سياسي ما فهمت حتى شي حاجه، ما عرفتش كاين حاجه نقدر نختار كشاب. حاولت قلت واقيلا انا المستوى ديالي في العربيه ماشي تال ديالي، دونك حاولت نقول ناخذوهم بالفرنسي. حتى هو ما فهمت شي حاجه. من بعد قلت غادي انا درت مقاوله والتوجه ديالي شويه الافكار شويه اللي بغا لي كذا نمشي لواحد الحيز معين. ذاك الحيز في 2011 كان عنده واحد الموقع الكتروني صيفطت ليه ميل وعمرت الاستماره وصيفطت ميل. حنا دابا في 2019 هذاك الحيز اللي انا اليوم انا منخرط فيه ورئيس الشبيبه فيه وممثل ديالو الحيز انا باقي ما جاوبنيش الحزب اللي انا فيه اليوم. دونك بديت كنقلب راسي كيفاش التحق ندخل الحزب ولا الحزب. شنو بغيت نفسر من هذه النقطه هو انه
المشكل ديالنا حنا اليوم في الشباب. انا عندي تفكير مغاير للسكري وشحال ما ناقشناه سكو. حنا كشباب مغربي كنتسنى الدوله، ما عرفتش شكون هي الدوله تعطيني. انا كشاب مغربي كنتسنى من الوزراء اللي انا ما كنمشيش نصوت عليهم، اللي انا ما كندخلش الاحزاب ولا ما كندخلش الجمعيات باش ندافع على الافكار ديالي، وكنتسنى ان هاد الدوله هاد الوزراء هاد الناس يجيو يديروا لي شي حاجه انا براسي ما نعرفش الدور ديالي. كنقولوا الشباب والمواطنه، واخا نبداو اول حاجه المواطنه اللي كتكون. واش حنا كشباب كنطبقوا على حب الوطن على المواطنة؟ واش حنا انا فاش كنت صغير قبل ما ندخل المدرسه الفرنسيه كنت في مدرسه خصوصيه، وكان كي فاش كتجي الصباح كيديروا لك العلام وكتقرا وكتحفظ النشيد الوطني اكسيتيرا. واش انا عندي سؤال بسيط، واش اليوم باقا كدير هذه العمليه؟ واش باقا كدير في البريف؟ كدير اغلبيه كديرها في البوبليك. شحال النسبه في المدن الكبيره بحال الطاويله اللي دابا ولا فيها دو بلوز اون بلوز دو ليكول بريفي، شحال واحد كيتسنى في النشيد الوطني ولا كي ولا كي ولا كي ولا زعما كيقرا على البلاد ديالو على تشاف البلاد ديالو؟ كتلقى اليوم انه وصلنا ل 8 سنوات ما بقاتش ديك الحاله، حسينا بان المواطنه ما بقاتش. انت جو لاني بالانتخابات ديال 2011 من 12 شهور، انا جو لاني بوكو بلوس في ريزو سوسيو. اليوم عندك الشباب اللي كتلقاهم بوكو بلوس في ريزو سوسيو كو كتلقاهم في الشارع. الناس ولاو كيتفتشوا كاع داكشي اللي كتشوفوا في ريزو سوسيو. كانت واحد الموجه جات واحد الوقت ديال الهجره، كتعرف بانه كنت في الديجيتال انك لقيتي كتدخل ديما دي فيديو ولا دي كونت اللي كيجيبوا لك كل نيجاتيف، الالغوريثم ديال فيسبوك مثلا كيبين لك غير النيجاتيف. كاين بقوه المقاول بقينا كنبارطاجيو دي فيديو عند الشباب الهجره الشباب الهجره، اون افي لامبريسيون كو المغرب كله خو وكل شيء باغي يحضر. مي هذا سي بو موا سي سيكو دو وفات انه حنا كشباب باقي كنتسنى انه يعطونا ناخذوا البريس. انا دخلت الحزب، دخلت ليه من 2011 2012، وبكل صراحه في هذاك الحزب ما لقيتش الناس كيتسناوني وبغاو يعطوني وبغاو يكونوني، ما لقيتش بلاصه الشباب. ولكن امنت بحاجه واحده انه الا بغيت نوصل لشي حاجه خاصني نتقاتل عليها وخاصني نوصل فيها. سينو في تلاقينا في 2013 وكنا ناقشنا كنا مشينا لدورات تكوينيه خارج المغرب وكنا هضرنا على هذه النقط، وهضرنا على نقطه مهمه هي انه كل واحد في الحزب ديالو ضروري انه خاصو يتقاتل وخاصو يحاول يوصل وخاصو يحاول يدعم الناس اللي معاه اليوم. كندخل الحزب كنقولوا هاد الاحزاب السياسيه ما كتجيبش فوطون ما كتجيبش كفاءات. شحال ديال الشباب اليوم من خطير في الاحزاب السياسيه؟ 1% قليله. اليوم هضرتي هاد الحكومه هاد الدوله هاد اليوم شحال ديال الناس اللي صوتوا؟ كان عندنا في 2016 كان عندنا 22 مليون ونص ديال الناس اللي عندهم حق التصويت، 15 مليون اللي لا 15 مليون اللي تقيلات في لوائح التصويت، 6 مليون اللي صوتات الحزب اللي اليوم كيقود الحكومة مصوت عليه مليون و 500 ولا مليون و 600، راه حنا 37 مليون ديال المتابعين. شحال ديال الشباب أكثر من 20 مليون ديال الشباب كيسيو لنا صوتوا عليهم مليون مليون ونص. دونك قبل ما نهضر أنا على دولة شباب تالية، بالنسبة ليا أنايا كمواطن أول كيفاش نقول أول مون بخومييي دوفوار هو انني ندير لو دوفوار ديالي سياسي، انني الواجب ديالي سياسي هو انني نمشي نصوت. غادي يقول لي السي كريم ولكن المغاربه داخو كيجيو يصوتوا على هذا الحزب، كيتلاقاو هذوك الاحزاب بخمسه ولا بسته وكيتفقوا بيناتهم كيبقى هذاك الحزب اللي صوتوا عليه. والمشكل بالنسبه لي انايا من الداخل هو انه ما كاينش اسي دو جون ولا الناس ما كيصوتوش بكثره باش يقدروا يخليوا هذوك الاحزاب انه
ما يديروش تحالفات اللي ما عندهم حتى علاقه مع الايديولوجيه ديالهم مع لي بروغرام ديالهم. اليوم بالنسبه لي انايا انا بغيتي ان تعاقب هذه الحكومه اللي كتهضر عليها، والحل الوحيد هو ان الشباب والنساء ينخرطوا في العمل السياسي وفي العمل الجمعوي، وانهم 2021 يمشيو يصوتوا شي واخا يصوت ابيض ولكن يعبر على الصوت ديالو، ولكن الا كنتي غتبقى ما غاتصوتش. ومن بعد بالنسبه لي انايا الا ما صوتيش بلا ما تناقش الامور وتبدا تلوم علاش هذا طلع وهذا طلع، انت خليتيه يقدر يخلاو وسافتك بهذا القرار. كاين مشكل ديال التعليم، تفويت التعليم خلاص،
شاب اليوم غيطلع الجامعه غدا خاصو يبدا يخلص باش يلقى في الجامعه، وعلى على على علم بان التعليم هو حق، ماشي امتياز كتعطيه لي انا الدوله، هو حق كل مواطن مغربي. اذا رجعوا نهضروا على المواطنه، فالمواطنه هي صله ما بين القانون والدوله، كتصل المواطن ما بين القانون والدوله. ما يمكنش ليا اليوم نهضر الى المواطنه في ظل ما كاينش منظومه سياسيه اللي تحتوي الشباب، ما كاينش منظومه مجتمعيه اللي كتحتوي الشباب، ما كاينش منظومه ثقافيه اللي كتحتوي الشباب. كاين انعدام ديال الاهتمام بالشباب في جل البرامج. ما كاينش شي حزب اليوم يساري حزب في المغرب كيهتم في البرنامج الانتخابي ديالو بالشباب، كيدير شق خاص بالشباب وشنو الاحتياجات ديال الشباب والمتطلبات ديالهم. فما نجيبش اليوم نقولوا علاش المواطن او الشاب المغربي نقصات عندهم النسبه ديال المواطنه في المغرب، فما يزيد علينا حتى شي واحد ويقول لنا لا راه العالم هو كل شيء. العالم المغربي راه هو الرمز ديال المغاربه، ولكن راه احيانا كتلقى واحد كيطلب في الزنقه وداك الدراكو من الواعي، باش نفعلوا داك الدراكو؟ واش هذا الدراكو هو اللي غادي يخليه يكون مواطن؟ التوحيد من زيد عليا في الوطنيه فعلا بحق العالم المغربي فرنسا، حتى شي واحد ما غادي يدوزها ليك، ما غاديش يدوزها، ما غاديش يتقبلها. واليوم في مرزوقه ولا البارح في مرزوقه كيخيطوا العلم ديال الكيان الصهيوني مع العلم المغربي، وهذا كيدلل على العلم المغربي. علاش ما دوبوش على هذا بالضبط ودوب على حرف العلم من عند وحده مسطيه ما عرفناش شنو العلم؟ فاش ندويو على اشياء اللي هي تعطلها، علاش اليوم ما كندويوش على هذاك العلم ديال المغرب اللي تخيط بالعلم ديال الكيان الصهيوني، وكندويو على وحده ما عرفت كيفاش توقع حتى حرقت ذاك العلم؟ كنختلف مع النشطاء ديال الريف في الطريقه ديال التكبير ديال الحراك وداك الشيء ديال الدراكو المخطط والعلم الامازيغي، كنحترم الامازيغ ولكن العلم المغربي كيبقى علم مغربي. يمكن هذا هو الخطا اللي ارتكبوه النشطاء باش تسموهم فيصليين، ولكن في الاصل ملي كتجي تشوف العمق ديال الملف كتلقاه ملف مطلبي عند شباب مغربي يؤمن بمغربيته ويؤمن بالوحده الترابيه، لكن كنختلفوا في التقديرات، كنختلفوا في الرؤيه. واللي هضر في المغرب كيمشي يدوز الحباسات، هاجر الرسومي تحاسبات حيت عندها راي حر، المهداوي تحاسب حيت عنده راي حر، مجموعه ديال الصحفيين اللي هما اليوم في الحبس وكيتحاسبوا على الراي ديالو. فانا كنظن ما يمكنش نهضروا على المواطنه في ظل الظروف اللي حنا اليوم كنعيشوها. واكتفي بهذا القدر. شكرا سيدي وفاد. سيدات والسادة الأصدقاء والصديقات مساءكم سعيد. في الحقيقة كنشكر شكر كبير للمنظمة الاستقلالية في إقليم العريش لتنظيم هذا اللقاء وعلى جمعها لهذا الشباب والشابتين والشباب كذلك والشابات الحاضرين باش نناقشوا هذا الموضوع اللي بان من خلال الأرضية ديال كريم ولا من خلال المداخلة ديال الرفيقة ولا من خلال حتى الابتسامات اللي في الوجوه الحاضرين أن هذا الموضوع هذا هو بقدر ما هو مهم بقدر ما هو متشعب بقدر ما هو مرتبط بنا كشباب، مرتبط بالفاعل السياسي والمدني والنقابي، مرتبط بالمجتمع المدني، مرتبط بنا كاملين، مرتبط بالأساس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والهويتية اللي عرفتها البلاد. ما يمكنش اليوم نجيو نهضرو على سؤال المواطنة الشباب وسؤال المواطنة بلا ما نربطوه ارتباط مباشر بالتحولات الاقتصادية في البلاد. اليوم إلا تنطلبوا بحال حنا مشينا لواحد الجهه المشاركه السياسيه للشباب هي المواطنه، بالعكس المواطنه مرتبطه بمجموعه ديال الامور. اذا المواطن اليوم غنهضروا عليه بهذا المفهوم ديال المواطنه الليبرالي، يعني نقدسوا الفرد الى واحد كبير ونعطيو الحقوق والحريات ديالو، ولا نمشيو المفهوم الجمهوري اللي كيقدس الجماعه وخصها يبقى واحد الحقوق مرتبطه بالجماعه كامله وهذاك الفرد في خدمه الجماعه. اليوم كنقول بان نحاول هذا التشخيص اللي كنديروه واللي في الحقيقه
كيخلي عندنا فرصه ملي كنهضروا اليوم على الشباب ونستحضروا حراك الريف ونستحضروا كيفاش تم التعاون ديال هاد الشباب والشابات في مطالب اللي هي بسيطه جدا واللي هي مرتبطه بالحقوق. لا لم تلقى بعيدة حوايج اللي طموحات هذا الحقوق مرتبطه بكرامه الانسان مرتبطه بذاته كمواطن الدولة توفر هذا الامر، لكن الغياب اللي بان واضح وكيبان الى يومنا هذا هو غياب التأطير. والتأطير هذا مرتبط بشكل اساسي بالاحزاب السياسيه، مرتبط بالمجتمع المدني، ومرتبط كيفاش حنا كنشوفوا الشباب، كيفاش الاحزاب السياسيه اللي عندها هذا الموضوع ديال الشباب حاضر كهاجس، كنضربوه في اللقاءات ديالها، كتنزل تهضر على الشباب، ربما تهضر مع كرفيقها، كاين احزاب سياسيه اللي كتحط برنامج المرأة وبرنامج الطيف، وكيفاش كتشوف التصور ديال الشباب، ولكن التفعيل ما كاينش، ما كاينش تفعيل عند الاحزاب السياسيه، ما كاينش تفعيل عند الفاعل الحكومي اللي هو اساسي. للأسف المغرب حنا ماشي قطار يمشي برأسين، عندنا المؤسسة الدستورية اللي هي واضحة في جميع الأمور، واضحة في الحرية الفردية كتعطينا موقف، كتعطينا موقف من الفقر، كتعطينا موقف، كتعطينا تقارير اللي هي معتمدة. المجلس الأعلى للحسابات كيعطي أمور اللي النقاش كان في قناة المالية الأسبوع اللي فات في البرلمان، وقلت نسجلو إلا ما تهزيناش داك التقارير في المجلس الأعلى للحسابات، ودينا للسلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحاولوا إلى ذاك الناس أقوى صغار علاش حنا غنديرو هاد المؤسسة ونخسرو عليها فلوس ونجيبو قضاة ونكونوها ونجيبو مالية كبيرة وتعطينا تقارير وتعطينا اختلالات في الوزراء في مجموعة الوزارات في قطاعات معينة قطاعات كبيرة ولكن نحطوها في الرفوف دونك مكاينش تفعيل. اليوم أنا رجعت للفاعل السياسي اللي بالأساس تم تبخيص ديال المؤسسات السياسية. الأحزاب اليوم حنا غادي فواحد كيف ما عرفو المغرب من الثمانينات من دابا واحد التبخيص للرجل التعليم واللي في الحقيقة سعيدة جدا بتواجدي حضور الاستاذ حسن القراني في الابتدائي ويمكن مجموعه ديال الاساتذه دول هذا الفضاء اللي كيفكرنا بالعلايش وكيفكرنا فين بريبارينا اول امتحان ديال السادس كنا كنجيو تنهلا وحنا في الاحياء البعيده من الصومخ فيل وكنجيو كنرجع نشكر الاستقلال على اللمه اللي درنا فيها شويه ديال النوستالجيا. اليوم الاحزاب السياسيه اللي تم التبخيص ديالها ورجعنا كنعيشوا سيناريوهات ربما نتفق معها مع رفيق ديالك على سيناريو اللي تعاش في 2015 ربما غيتعاود في 2021 وحنا كنسيئوا المؤسسات الحزبيه اللي ممكن في واحد السنوات ديال السبعينات والثمانينات والستينات كانت كتعطينا اطر، كتعطينا فاعلين، كتعطينا منظرين، كتعطينا نقاد، كتعطينا مستشرفين اقتصاديين وسياسيين. اليوم المؤسسة الحزبية رجعنا كنخلخلو الثقة ديال الشباب في هذه المؤسسة، ثقة المواطنين في هذه المؤسسة، هذه الأزمة هذه اللي كررتها بالمواطنة ونرجعو نهضرو على الحريق، وماشي الحريق راه بشكل بسيط اللي كنشوفوه، هادو القوارب البرق اللي كتمشي، راه الحريق اللي أخطر هو الهجرة بالأغلبها، كيفاش الدولة كتجلس تقري طالب ولا تلميذ حتى البرق وحتى الإجازة ويختار هو يدير الماستر ولا في دولة أخرى وهذا حقه. لان الحق الطالب يتفتح ولكن اللي خطير هو كيفاش اللي كياخذ الدبلوم ديالو هذا كاين واحد الهجره خطيره الدول اللي هي كبيره اللي على الاقل توفر لذاك الشاب مستوى الكرامه مستوى المواطنه كيحس براسو كيفوت غير البحر ب 40 كيلومتر كيحس براسو الهواء كيتبدل عليه والمواطنه ترتفع باغكونت حنا كنشوفوا هادشي اللي كنشوفوا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ساهمت بشكل خطير بشكل كبير في التبخيس وفي الاضعاف الاحساس بالانتماء للدولة الاحساس بالانتماء لهذه المواطنة لان رجعنا كنشوفوا اليوم كيفاش الامور اللي هي تافهة واللي هي الى حد ما هادشي اللي كاين كيروج المواقع الاجتماعية وتساهم المواقع الاجتماعية واحد السرعة ديال الانتشار ديالو وكيعطينا هذه المواطنة اللي مكنبقيناش كنهضرو عليها ولا ربطناها معنا بالفعل السياسي باخونت هي ما مرتبطاش بالفعل السياسي فقط مرتبطة بهذه المؤسسات اللي ما تقواش المجتمع المدني وتفعل داك الدستور اللي كنا كنختلفوا عليه في النشأة ديالو كيف تحطوا كيف صوتوا عليه المغاربة كتعاقد مجتمعي بين المواطنات والمواطنين اختلفنا في مجموعة الأمور ديالو ولكن هذا اللي عندنا فيه مجموعة ديال الأمور هي متقدمة وكانت ترقى طموحاتنا كحركة نسائية كمجتمع مدني إذا تفعلنا غير داك الشيء اللي عندنا في الدستور غنكونوا مزيانين. إلى اليوم النقابات دارت الأدوار الحقيقية ديالها وللأسف حنا غادي كنبخصوا في هذه المؤسسات اللي غدا ما غيبقاش عندنا واحد الدور الوسط اللي كديروا المؤسسات حنا غادي حنا كنبخصوا وكنطلبوا في المقابل أن يكون هناك شباب مواطن هناك شباب يحب بلده وما يحرقش العالم ونختلفوا على العالم الوطني هذاك زيادة البلاد ما كيهمش واحد الشخص واحد الفرد ولكن هو سيادة البلاد سيادة الوطن.
هاد الامور هادي حنا كنساهموا فيها كفاعلين سياسيين كمدنيين كنقابيين كمثلا في كاين دونك هنا انا كنتمنى ان التفاعل ديالنا مع الحضور حنا كنشوفوا هنا مجتمع مدني كنشوفوا نقابات كنشوفوا شباب وشابات طالبات وطلبه نتمنى ان حنا كمساهمين الى حد ما بداك المجهود البسيط بداك الامكانيات البسيطه من داخل المجتمع المدني ولا الاحزاب ولا حتى قبه البرلمان اللي كان كيبان لنا في واحد الوقت ان بمجرد ولوجنا لقبه البرلمان ممكن ما عرفش شنو غنديروا وكيصيب بواحد النوع ديال الاستياء كبير ملي كتكون داخل المؤسسه ويحكموك واحد المجموعه ديال الاغلبيه تقول اللي بغيتي في القانون هو غيصوت عليك كيف ما بغى كيحكمك هواجس ديال حزب معين انت عندك مشروع مجتمعي خاصك انت به ودخلتي كتدافع ولكن هنا مثلا نجبدو غير موضوع الحريه الفرديه انا مثلا اؤمن ايمانا كبيرا بان الحريه الفرديه خصنا نهزوها وندافعوا عليها ونفتحوا نقاش هادي يوم جميع المواطنات والمواطنين وما نبقاوش نديرو النفاق السياسي لان النفاق السياسي هو اللي خرج علينا اليوم مجموعه ديال الامور والظواهر المجتمعيه هي كاينه في المجتمع ولكن ملي كنبغيو نناقشوها وحنا نستحضروا الخصوصيه باغ كونطخ هذيك ماشي الخصوصيه هذاك هو النفاق المجتمعي لان واقعنا ماشي هو ما يجب ان يكون واقعنا هو النفاق وحنا كما عندنا شويه الجراه من داخل المؤسسات اللي كنتسامي ولا من داخل الجامعات وحنا بالامس القريب فقط موقع ديال طنجه هو موقع صغير قدرنا ننضلو قدرنا ننزلو للساحه قدرنا ننزلو من الفتره الطبيه اللي تقدر تكون بسيطه ولكن نضنا عليها بداك الشيء اللي عندنا الوعي الشقي صغير اللي عندنا داخل الجامعه ولكن كنا على الاقل كنديروا الادوار ديالنا كطلبه كمنتمين الاحزاب كشبيبات هذا الامور كلها خصنا على الاقل نتفقوا ان كل واحد في هذه البلاد خصو يدير الدور ديالو من الموقع ديالو الاستاذ والمؤسسه ديال التنشئه الاجتماعيه مهمه جدا في اذكاء هذا الروح ديال المواطن المقررات اللي كتعطى اليوم راه مقررات خصو يوقفوا هما اللي نعرفوا من يمشيو يتحاسبوا معاها وخصهم محاسبه كيفاش تقرب حنا وليداتنا وليدات هذا الشعب مجموعه ديال الامور اللي ما مالتهاش الارض الواقع لان المواطنه هي المؤسسه ديال المدرسه بشكل عام هي اللي خاصها تلعب دور كبير في اذكاء هذا الحزب المواطنه وملي كنهضر على المواطنه كنهضر على الواجبات كيف ما كنهضر على الحقوق على قدر المساواه وما يمكنش ان واحد ما لا يتمتع بحقوقه وبالحريات ديالو ونقول له انت خاصك دير هذا الشيء لان انا كيبان لي بان الحكم المواطنه مرتبط بالاساس بالدوله الدوله الديمقراطيه اكثر من الارتباط بالمؤسسات فقط خصنا نكون عندنا دوله ديمقراطيه تحترم المواطنين تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين لا نمارس استغلال لا في القضايا اللي هي كبيره والقضايا اللي هي حاسمه ما نجيبش نبقاو نغطيو الشمس بالغربال نكونوا واضحين مع بعضياتنا نكونوا واضحين مع المواطنات والمواطنين ولما لا كل مره نقول واحد بالموقع ديالو يخلخل شي شويه لان ملي كنزيدوا واحد الخطوه للور القدام اسمحوا لي كنزيدوا خطوه القدام ضروري تكون واحد الممانعه من طرف الجميع لاننا شعب اساسنا نقول واذا بنيتوا فاستتيروا واذا هذو الامثال الشعبيه للاسف اللي هي كتجاوبنا شويه للور نكونوا شويه فينا شويه ديال الشجاعه ونناقشوا الامور بواحد العين المواطنه لان ما نجيبش نرجعوا كل شيء اسود بحال اللي خلع على السي كريم ممكن عليك نخرجوا من هنا مثلا بالعكس كاين واحد تحولات كبيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعلى المستوى على الجانبين لا الامل الايجابي ولا السلبي نشوفوا الجانب الممتلئ بالكاس والجانب الفارغ نشتغلوا عليه كاملين ومن على الاقل باش سي كريم لا في الحقيقة موضوع شيق جدا والتفاعل مع الرفاق مهم جدا وكنتمنى أن التفاعل يكون أكثر مع القاعة واللي مهم أن كيف ما قلت كل واحد بالموقع ديالو يدير الدور ديالو كمواطن حقيقي يؤمن بهذا البلاد ويؤمن بالتطورات اللي حقنا لك البلاد اليوم حنا قارنا راسنا بشمال أفريقيا وحتى مع مجموعة ديال الدول العربية حققنا مجموعة من المكتسبات لكن هناك تراجعات كنقولها لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي لا يؤمن بحقوق الإنسان كنقولوا هنايا تقدمنا كحركة نسائية كمجتمع مدني تقدمنا في مجموعة الأمور لكن هناك تراجعات وهاد التراجعات ماشي خاصة مجهود كبير باش نفهموها تراجعات إلى اليوم شفنا في الواقع ديالنا الحقيقي كنلقاو بأن هذاك ال 15 مليون اللي دار عليها الرفيق وديك المليون ونص اللي كان واحد الجهة هذا كله تقصير منا كأحزاب سياسية تقصير منا كمجتمع مدني وتقصير من الدولة كيفاش كتشوف الأمور كيفاش كتبغي ترسم الأمور وشي سيناريوهات في الحقيقة تعتبر سيناريوهات غبية خلينا نقولها بعبارة
صريحة إذا ما أجلسناش على الطاولة الحوار بهدوء وناقشنا أمورنا بهدوء وبصراحة ما نقولوش شيء ماشي نتفاهم مزيان. شكرا جزيلا لكم. هذا النموذج استعارة لمصطلح الله العروي يعطي
الدلالة أن المدرسة الحزبية وإن عاشت أعقابا وإن عاشت مجموعة من الأمراض فإنها قد تعيا ولكنها لا تموت. والنموذج من حزب الاستقلال الذي قد يعيا قد يتعب قد يمرض لكن المدرسة الحزبية الاستقلالية صامدة أمام جميع العواصف. سعيد كذلك لكوني أحضر للمرة الثانية في غضون 10 أيام وأظن أنها من مكاسب الأقدار ومن منح الأقدار يعني بعد صيام لسنوات لحضور أنشطة بمدينة العرائش لأسباب قد تكون يعني في التقدير وفي ربط العرائق المجتمعية المدنية أو السياسية في مدينة العرائش لكنها في المضمون هي أسباب موضوعية وذاتية وأظن أن العودة للعرائش دائما في إطار الحنين والنوستالجيا تكون لها طبع خاص خصوصا إن كان بحضرة الأعزاء والزملاء والأصدقاء من باحثين وسياسيين وجمعويين وإعلاميين. أظن أن المقام يكون بحلاوته ولذته وبطيب الخاطر الحضور خصوصا إن كان المقدمون من حجم العزيز والزميل والأخ الصديق كريم الحضر. شكرا كذلك لكل الإعلاميين لكل من ينقل ومن يحاضر ومن يبحث عن المعرفة التي تتأصل في بيت عزيز للمعرفة من دار الثقافة أو كما يمكن أن يكون للمعنى دلالات أخرى من دار المخزن من دار المخزن بمدينة العرائش قد يكون للمعنى دلالة وللمكان دلالة لكن في الحقيقة أن الحديث هنا حول المواطنة يرتبط ببعدين. أول بعد هو بعد إبستيمولوجي بعد معرفي يرتبط بالبحث عن المعرفة وبالتأصيل للمعرفة وثاني بعد هو بعد واقعي أي تشخيص الواقع وتشخيص الأزمات والبحث عن الحلول. بداية هناك إشكالية عميقة دائما أود أن أطرحها في جميع اللقاءات أنه لا نحدد دائما بنية المفهوم فمفهوم المواطنة وأنا أتحدث دائما عن نسبة المفهوم هو مفهوم أولا يرتبط بمصطلح الوطن وهو منشق عن الوطن وثانيا هو يرتبط بمفهوم آخر هو الوطنية لكنه بعيد عن الوطنية وله نوع من الاستقلالية فلسان العرب للمنظور يعرف المواطنة على كونها ارتباط جدلي بين ثنائية الحق والواجب وكذلك يعرف في نفس الإطار أن الوطنية المواطنة عفوا هي ارتباط جدلي والوطنية هي حب الأوطان وهي رابطة عاطفية تجمع المواطن بالوطن. وهنا يجب أن نتحدث في مسألة واقعية عندما سأحاول تشخيص الواقع لأنه إخوان ربطوا اللقاء بتشخيص وتحديات وبدائل فيما يتعلق بتشخيص وخصوصا لماذا تم ربط في تقديري مفهوم الشباب بالمواطنة لأن أزمة المواطنة اليوم في المغرب أزمة دفعت أعلى سلطة بالبلاد ومع الحكومة من أجل إعادة الحديث على مسألة التجنيد الإجباري نظرا لكون وجود أزمة المواطنة في المغرب. يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر بشكل مهم جدا أن ما دفع الدولة المغربية ومع الحكومة المغربية وأنا دائما أميز في المصطلح